نتعامل مع رمضان. اك واجد رمضان، كي واجد اختي رمضان، الاخت راكي واجد رمضان، الحمد لله درت النيطواياج كملت ومسحت، قعدت لي غير الديباره. راي شفت تحضير رمضان انه توجد كاع الدار وتبدل الماعن، وانت قال انا شريت الحمد لله قعد لي غير الدجاج ونروح نشري الدند من مقطع خيره، وهذا هو المشكل تاعو. تما بشي راح يشري الدند. زيد وانت سجلت البارابول سينيال كان ماشي مليح، شريت ديمو مليح على باك سكاد تاع رمضان مسلسلات ما دابيا ما نعطي والو، وانت ديت كونجي باش نخدم الدار باش نعاود نسجل، وانت 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 انسان راح ندير عمره، وانت راح ندير، وكل واحد فينا يرى رمضان. حتى الناس اللي تعيش بالبنة تاع رمضان، انا ما دابيا البنة الحلو ماناش نقولوا حرام الماكله، تحبين نقولوا لما رجع رمضان هذا هو، لما رجع رمضان في ليبول في الدومي تاع العظمه دوبليسيس دوبليتريس. هذا الامر اللي لازم نفهموه، كيف نحضر انفسنا لرمضان لما احنا نعود نراجعوا نلقاو السلف الصالح قالوا كانوا يستعدون او يدعون الله سته اشهر ان يبلغهم رمضان. كي يلحق رمضان الناس كيما هذو كي يلحق رمضان واش كانوا يديروا؟ واش كانوا يديروا؟ نحسوا بلي كانوا يستثمرون هذا الشهر بفضائله بالفضائل تاع رمضان. ولذلك شوف كاين الناس الان دوك حاليا تلقى ناس الان يبدا يحضر فيك نفسيا بلي رمضان حيجوز خفيف. والاصل في لابروموسيون واش نحبوا؟ بارك الله فيك، شكون قال طول؟ ربي يجازيك. نحبوا لابروموسيون طول طول، خلينا نزادوا لها يا ربي. حنا لا نحبوش كل رمضان يجي يقول لك، كاين الناس عنده الدكتوره كيفاش يقدر رمضان يرجعوا في ثواني. ياك يقول لك على بالك حيجوز خفيف هذا العام على حساب الاحوال الجويه، وشفت باللي دوك ما دوك ما تامنش دوك غدوه تلقى العيد. ومن بعد يبداو هذوك الناس اللي في رمضان تبدا تلاقى به يقول لك ما قعدتش، قعدوا 14 يوم باذن الله، ولا طاح 29 13 يوم، ودوك تشوف تغمض عليك يخلصوا. ومن بعد نبداو نعيشوا في كل حاجه، وانا حابين تخلاص حابين في دقيقه قلت خلاص وما قعدش، وان شاء الله يجوز خفيف، وان شاء الله كذا، ونبداو نتعاونوا. شغل رانا ندخلوا واحد المعركه كبيره، وهذه المعركه ان شاء الله نسلكوا عليها على خير، وبعد نبداو نحكوا على امور. ذلك يجب ان نستثمر رمضان. من هذا المنطلق يا اخوان لازم نفهموا واحد الحاجه، ان العبادات نظرتي، يعني درت واحد التحليل انا وقلت يعني كلام راني نقول فيه، نقول باللي العبادات رايت ان في العبادات جسد وروح، عندها الجسد وروح. جسد وروح ما معنى هذا الكلام؟ الان جينا للجسد، هاو الجسد احنا كاع رانا نشوفوا الان بالجسد، كاين الروح راهي الداخل ماناش نشوفوا فيها. الصح في الجسد ولا في الروح؟ لقينا باللي الصح صح صح في الروح. لماذا؟ لانه احب انسان الينا اذا مات، يعني ما تموت يموت الانسان الام ديالو، اول شيء يديرو ماذا؟ انه يدفنها الجثه هذه، خلاص يديها ويروح، ندفنها ونحطها في التراب. السؤال المطروح، الانسان هذا اللي تحبه نتايا وتموت عليه وتعزه، وعلاش ما خليتوش 3 ايام 4 ايام معك والحال بارد؟ قول لي خلاص مسح مات، راحت الروح ما نقدر ندير له والو، شفت الروح. هذا هو الصح، الصحة في الروح، الروح تاع العبادات. احنا مشكلتنا يا اخوان انه لما الماديه طغت علينا ولينا نركزوا غير على الجسد في العبادات ولا حتى في حياتنا. الجسد تخرج لك حبه صغيره تروح تحوس تبحث وتدير الانترنت تدير وتبدا تجي طبيب لا قالوا لي منا نحوسوا ونديروا، ما شاء الله ربي يبارك. في دينك في اعمالك في معاملاتك وعلاش ما تحوش؟ تجي تسقسي علاش راك دير هكذا برك؟ علاش رانا هكذا برك؟ وعلاش ما نجوش نسقسوا ايضا؟ عندك حبه في دينك، خرجت لك حبه في اخلاقك، خرجت لك حاجه في اخلاق اولادك، نحوس ايضا نحوس عليها ونحوس ايضا نستثمر فيها. ف نعطوا مثال الصلاه، جسد الصلاه ما هو؟ الركوع، السجود، الرفع من الركوع، الله أكبر، التحية، هذا هو الجسد.
بحكم أن الجسد هو الذي نراه. إذن الجسد تاع الصلاة هو اللي رانا نشوفه فيه، هذا هو الجسد. الروح، الخشوع، الإخلاص، الطمأنينة، السكينة. الجسد، جسد العبادات هو، هذه اكتبها شيخي مالا على ببلح تكتبها، جسد العبادات هو لرفع الأداء، أما الروح فهو للأجر والجزاء. معناه أن الجسد يرفع لك الأداء، جيت صليت المغرب ما شاء الله بارك الله فيك، ربي حاسبك، ما يحاسبكش، خلاصك صليت المغرب، الخلاص بالروح، على الخلاص بالروح. إذن الخلاص تاعنا بالخشوع. إذن حنا ما صلينا المغرب ما شاء الله، هل الأجر تاعنا كيف كيف؟ لا لا، وكان دوك نجيبوا آلة هكذا وتدخلوا يدينا فيها ويخرج لنا شحال خلصنا، كل واحد كيفاش حيخلص. كاين ناس تخرج بالكريدي زيرو كونتور، كبر بدا يفريك شغالات، فطن في السلام وعيد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كملتو شكون فاقلو؟ واحد ما فاقلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصلي الصلاة وليس له من صلاته إلا عشورها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. الآن حال خلصنا على سبب الخشوع ديالك، شحال تخشعت على باليش، هذا هو. جينا إلى جسد الصدقة. جسد الصدقة ما هو؟ هو فدك الدرهم اللي انت مديتهم، جيت أنا مديت هاوليك، شفتوني باللي مديت، هذا هو الجسد. الروح إخلاص. الروح أيضا ما هو؟ في عدم المن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى تبطل لك راحة الروح، لأنه الأصل كي تمد أنت الصدقة حتى عطفها لهذا الإنسان، وحتى رحمه، وحتى عاونه، وحتى تسدلوا الحاجة دياله. كاين واحد النقطة يا إخوان خطيرة جدا، ما هي؟ أنه الإنسان يقدر يدير أعمال قدم، يعاود يروح للفيشي تاعه ويجبدو ويحرقه. نعطيكم مثال حي. إنسان أنت عاونته في الزواج دياله، شريتو أنت كبش وعاونته داك العرس ما شاء الله، تزوج ودار العرس وجاب دراري، نهار زوج هو وليده ما عرضكش، ما قدرش تشد نتايا، اكتو هذا انا شريت الكبش، انا شريت الكبش تاع العرس يا ربي. ابوك كان نحكي لكم ويبدا يحكي هو، يقول لكم والله ماني حاب نحكي، بصح راك تحكي هو شو يدير، ويحفظك تمنع السيد، تمنع السيد، نسى ما عندوش ما. لا ندري، لكن الان انتك تمن على السيد وتمن عليه بلي شريت له كبش. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه، جاءه رجل في قمة الأدب يسأله حاجة، حديث طويل يعني، فيعني في قمة الأدب، قالوا إني سائلك، فيعني واحد الأدب كبير جم. وش قال له علي بن أبي طالب؟ قال اكتب حاجتك على الأرض، اكتب شحال تسأل، ألف دينار، اكتب ألف دينار. قالوا يا إمام، قال لماذا فعلت به هذا؟ قال كرهت أن أرى ذل المسألة على وجوه الرجال. شفت واحد راجل ما تذلوش، ما تقهروش، كاين الناس باش يجي يقول لك سلف لي أو يتعب، لأنه ماشي مضار يسلف، ويقدر يصلي استخارة، ويقدر يتعب باش يخير العبارات المناسبة. ما تقهروش، ما تقولوش عيط لي على الخمسة وبعد خلي على الستة، شغلوا نعيط له أنايا، وبعدها ويجي له ولد يعطيك الأمانة، وقتاش ترجع؟ نحتاج الى عطر الحياه. شفت العطر اللي نديروه؟ كاين واحد العطر تاع الحياه هو اللي يخلي الحياه يولي عندها روح، لم العمل ديالك يولي عنده روح. تشمو تحس بواحد الحاجه تحت الفرحه، يعني انسان تمن، وهذا هو الدين ديالنا، دين مبني على الابتسامه، مبني على ادخال السرور على المسلمين. من هذا المنطلق اردت ان اجلس مع زاويه من زوايا روح الصيام، وهي الزاويه التربوية. فشهر رمضان شهر التوبة والغفران، أيضا هو شهر التربية والبنيان، شهر التربية والبنيان والانطلاقات الجديدة. تقنية من التقنيات
التربوية، لكن هذه التقنية التربوية في علم النفس والتزكيات تاعها احنا نعود نرجعوها للسيرة النبوية ونلقاوها بلي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها، وهي تقنية التعزيز. إذا أردت تثبيت سلوك جيد إيجابي في أبنائك فعليك بالتثبيت، ثبت هذا السلوك، إذا فعليك بالتعزيز حتى يثبت هذا السلوك. ما أنت حاجة مريحة تحب أنت ولدك ولا بنتك يديرها ويقعد يدير فيها، ثبتها له بماذا؟ بالتحفيز، بالشكر، بالتنبيه، يقعد له. إذا أردت يسمى الإطفاء، إذا حبيت تطفي هذا الخلق السلوك هذا حبيت تطفيه دير له التهميش، عدم الاهتمام، يعاود يطفى. مشكلتنا احنا قلبنا، احنا نركز على الأمور السلبية ولا نركز على الأمور الإيجابية. نعطيه مثال عملي، وليدك في عمره 5-6-7 سنين دخل قال كلمة أو يلعب مع أخوه بعد قلقوا أكرمكم الله، قال له مثلا زعما قال له حمار، قال له حمار. أنت الآن إذا أردت أن تطفئ هذه الكلمة ما تزعفش، لا تغضب، وش دير؟ قل له ما تقولوش حمار، قل له ما يعرفش يلعب. أنت الآن تقلقت، لكن أنت وش دير؟ قل له ما تقولوش حمار، قل له ما يعرفش يلعب، ما تسحقش الكلمة هذه، قل له هذه كلمة واحدة أخرى. أنت وش دير؟ طفيتها له. لو كان ثبتها له تقول له حمار، شكون هذه؟ منين جبت هذه الكلمة؟ حنا نقول حمار، ضايت مع حمار، أنت يا مضاري تقول حمار، وبعد دور على المرأة تقول لي حمار، تقول لي ما نقولش حمار، تقول حمار أنا يا تمر بأصبع، قال حمار وقعدوا حنا الآن، وبعد تبدأ وبعد الآن ثبت له أنت السلوك. الطفل هذا وش يصرى له؟ يثبت في العقل دياله أنه إذا حب يقلق يقول حمار. بعد شهر شهرين غير أنت تحب تقلقه ولا يقول حمار، وأنت تعاود تبدا تعيط، يقول لك علاش باش نجيبك؟ لأنه ما راكش تهتم بيا. تهتم بخويا اللي زاد جديد باش ما نقلقكمش اذا نحمر نقول هذه الكلمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت السلوكات الحسنه، كان يثبت اللقطات والمواقف الايجابيه. حديث ابي بكر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الصحابه راكعين فركع قبل الصف ولحق بالصف، فلما أكمل ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. وش ثبت له؟ الحرص. علاش دار هذا؟ باش يحرص. إذن علاش نضيع له الحرص؟ نحكي له على الحرص وبعد نقول له ما تعودش تدير هذيك الحاجة. زادك الله حرصا ولا تعود. نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يأخذ من الليل، لو كان يأخذ من الليل، فعبد الله بن عمر قال ما سمعت مذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال عني هذا كما تركت قيام الليل، ما نزلش ترك قيام الليل. وهذا خلق التعزيز. أكثر شيء يا إخوان يقتل التعزيز في الأبناء هي المقارنة، وهذا شيء أردت أن أنبه عليه. المقارنة بماذا؟ بذواتنا. الكثير من الآباء يقارن أولاده بروحه ودائما يطفيهم، علاش القدرات والمواهب ساعات تموت. كل واحد فيكم الآن يقدر يحكي حكاية، يقول كنت نعرف ندير كذا، كنت حاب ندير كذا، ومن بعد طفاوه، تلقى والديه طفاه، معلم في المدرسة طفاه، واحد برا طفاه، يطفيوه هكذا لي دي جونك، كاين لي دي جونك طفالو كاع ما عنده حتى قفله، طفاوه. كانوا عنده قدرات، كانوا عنده عدة مواهب، لكن طفاوه لأنه ما كانش تعزيز. فتقدر الآن الأم في البيت، أنا جايين رمضان، قال بنت 14-10-12 أي سن حبت تدير، دارت ديسر، دارت حاجة، قلات البوراك، خدماته هي اللي قلات، وبعد جات قصنا أنا قريت لكم البوراك اليوم. تقول هاي ما هاي. أنا قد كنت نفت الطعام أنا يا، وكنا نديروا البركوكس، وكنت خاطبني بابا كان خاطبني، وكنت خلاص طفتها طمس. تجي انت وليدك يجيب القضيان، الكار ما كانش جاب القضيان، طلع حطو عرقان هكذا ويدخل ويحس باللي دار انجاز. تقول له وليدي كبر الله يبارك، لا لا يقول كان جبت وين انا قدك كنت قرعه غاز نديها للرويبه نروحو بعد ما كانش الكار كنت نجيب له، ويبدا يحكي. ولا زعما فوقت والدينا، والدينا حنايا تما كانوا يدخلونا فرنسا في الوسط
يقول كان حكي كان في وقت فرنسا مين تبان وانتم انا وقت فرنسا كنا نلبسوا قرعه تاع لا جافيل ونمشوا بها ما كانش فرنسا دوك نعيطوا فرنسا باش نلعبوا اللقطه هذه شت هذا هو التعزيز يجب ان نعزز السلوكات الايجابيه في ابنائنا من هذا المنطلق يا اخوان ندخل الى مدرسه رمضان التربويه كيف نغتنم الفرص التربويه التي في رمضان فرص تربوية داخل رمضان أول فرصة من هذه الفرص التربوية أن رمضان فرصة للتغيير فرصة لكي نتغير كيف نتغير لماذا فرصة لكي نتغير لأن رمضان وحده شهر تاع رمضان هو تغير وحده فرمضان لما يدخل رمضان نبدأ نشوفه في رمضان نلقاو أنه عدة مواقف تتغير في رمضان أول تغير في رمضان حدث ما هو؟ تغير المسار تاع العالم الشهر الذي أنزل فيه القرآن الشهر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسار الأمة تغير في رمضان الانطلاقة جديدة في الحياة جاء فيها محمد صلى الله عليه وسلم يتغير النظام الكوني تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وتصفد المردة من الجان يتغير كاين نظام رح يتغير كاين عدة تغييرات في رمضان النظام الجزائي فيه ليلة هي خير من ألف شهر لله فيه أتقاء من النار وذلك في كل ليلة يتغير أيضا النظام الغذائي نظام غذائي يتغير فجأة تأكل 335 يوم 335 يوم كل يوم تفطر تفس قهوة تفطر تس قهوة تعشى تس قهوة تفطر تس قهوة تعشى تس قهوة فجأة يتغير نظام الغذائي وقلنا وحنا بلي لا عندنا نظام غذائي تغير وعندنا 14 ساعة و 12 ساعة ما ناكلوش فيها تغير نظام غذائي يتغير النظام الاجتماعي مجتمع فجأة يتغير فجأة مساجد معمرة الناس قرآن كل شيء يتغير ألا تتفقون معي أن هذا الفرص تاع التغييرات ما نتغيروش حنا ألا يمكن أن نستثمر هذه الفرصة حتى نتغير ونغير الأسرة نغير تربويا نغير أبناءنا إخواننا جيراننا نسعى لكي نتغير نسعى أن نفكر بلي راح تكون انطلاقة جديدة في رمضان ما هي وجوه أو مواقف التغير أن تتغير في علاقتك مع ربك كما راك تعبد ربي في شعبان حتولي تكمل تعبده في رمضان لا لازم نفهم بلي عندي فرصة الآن عندي فرصة مادام هذه الفرصة راهي كاينة أنا أستثمرها كيف أكون من عدد العتقاء من النار وأنا نوض على 4 تاع العشية بكوبلي تاع قهوة بان نقول جاز خفيف ماشي جاز خفيف ما جاش أنت كاع رمضان كنت راقد وش أي رمضان هذا فالإنسان يحاول أن يتغير في علاقته مع ربه يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا إلى آخر الحديث سؤال هنا كي نبداو نفهموا الحديث الله عز وجل يطلب منك من أنك أنت تتقرب نتقرب لك إذا شكون يبدأ الأول شكون أنت يا علاش ماكش حاب تبدأ هيا قول لي علاش باش نفهموا باش نقدروا نفهموا واش معناتها تقترب خطوه معناتها شريت نتاع العباده ديالك انت هكذايا راك شايدو عندك مده وانت شايدو مده وانت نفس النمط تاع العباده عندنا نفس النمط تاع العباده نقدروا ما من رمضان نعاودوا نديسيليوه كاش راح يجي وكاش راح يعاود ونفس وانت تلقى روحك نفس النمط عندك مده وانت شايد هذا النمط وراك تمشي به ما زدت والو حاجه ما زدتها في علاقتك مع ربك وهنا الناس اللي عندها مشاكل شكون ماهوش عنده مشاكل يخجل انا نعاني ونقولوا مشاكل ما مشاكل خلاص الناس اللي عندها مشاكل وهي مغلوقة عليه ويتلفت له ما لقاش واش يدير اسمع اخر الحديث الجزاء تاع القرب من الله ما هو قال ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيدنه ما عندكش مشاكل اذا اللي ماهوش حاب يقترب واش نقول له شافي تستاهل ما راكش حاب تقترب ما راكش حاب انت الحلول
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل وش معناته يجعل؟ معناته مغلوقه، معناته حيط تاع البيطون، معناته ماهيش باينه. وبعد قال لك ربي يجعل، ربي هو اللي قال لك يجعل. حتى انت وكان تحسبها 4 ملايين تخلص كذا ما تشريش دار، خلاص اذا غلقتها. ربي قال لك يجعل تشري دار، تولي عندك دار. دو كيفاش ما على بالناش؟ يقول لك بصح لا لا هاي احكوا لنا شكون اللي شحال من واحد حيف في يده ويقول لك انا ما عباش كشريت سياره، انا ما عباش كش عندي دار. بابا ما عندوش دار، حنا عندنا بيوت باب الواد وعندي دار انايا، كيفاش ما على باليش؟ ربي قال لك يجعل ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا لفته فقط ونعود نوليو. يرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه. وقتاش جات؟ جات مرض التقوى. حنا الان كيسان يكون يخدم مثلا خدمه حرام، قول له حبسها واش يقول لك؟ دبر لي خدمه تسمك حتى رزقني التاقي. تسمى قلبت الايه، لا لا التاقي ربي يرزقك، لا لا دبر لي وكي ندبر لك خدمه تحبس بلا 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 والو. ماشي ياك حبست خلاص نجيب لك الخدمه وتخلص خير من هذيك الخدمه، تحبس هذه. ولذلك الان نعود نقولوا الى روح الصلاه. مثلا في الصلاه لفتها هكذا في الصلاه، يعني ربطتها شويه بعلم النفس. الان علاش في الصلاه تاعنا تلقانا ما نتخشعوش بزاف؟ لماذا؟ نقول لكم علاش. لانه رانا نصلوا بالصلاه اللي تعلمناها في الابتدائي. في الابتدائي علمونا في المسجد، قعدنا بنفس حتى القصة تاع القران، نفس القران، نفس الصلاه. عاود حاسب روحك باش تصلي انت. نصلي بقول هو الله وقل اعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس والعصر، هذا الاربعه او يدور فيهم حاجه ما زادها. معناتها لو كان نقول لك انت شحال تصلي الظهر؟ تقول لي 4 دقائق، غدوه 4 4 4 4. يسموا هذا المهاره في اللاوعي. كي تكون تسوق وتعلم السوقان وخلاص تولي تسوق بلا ما على بالك. دير فراموتور تمشي دير هكذا تاكل انت تقول واش راك دير؟ هو ما على بالوش بلا ويسوق. خلاص دخلت في اللاوعي، حنا دخلنا في اللاوعي. لذلك لو كان نعاودوا نولوا الى حتى في طريقه صلاتنا، حاجه اللي رانا نديروها كل يوم. او في الصف كاش انا نتحيو هكذا 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 هكذا، فهمونا انا حابين نتفاهموا، انا حابين نتفاهموا هذه الطريقه كيفاش نصلي. كنت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما نوعنا في الدعاء باش نبداو نستبنوا، باش تعرف بلي كاين سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ومرات تقول هكذا ومرات تقول هكذا، ساعات ساعات تتغير. الان في النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. العلم بالتعلم، تغير ماذا؟ تغير علمي، تغير ثقافي، تتغير في المعلومات تاعك. وانما الحلم بالتحلم، تغير انفعالي، تتغير في الاخلاق ديالك والانفعالات تاعك. اذا الان لما نجيو المعلومات نعطوا مثال. ما معنى لا اله الا الله؟ لما تجي انت الان تلقى لا اله الا الله مفتاح الجنه. يجي واحد كافر يدخل، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انتم مسلمين؟ قال السلام عليكم. شفت نسيت روحي. المهم دخل، قال انتم مسلمين؟ يقول لكم انا نحب ندخل الاسلام. تقول له، يقول لك واش ندير؟ تقول له قل لا اله الا الله. يقول لك معليش واش معناتها لا اله الا الله؟ انا ما عنديش هذه تاع دخل ميمونه تاع ربي وربي يعرف ميمونه. قل لي واش معناتها لا اله الا الله؟ تقول له معناتها ربي ما يخليناش وربي معاك وربي رزاق. مازال ما جاوبش. معناتها ربي هو شغل بدا دير دبازي وبستلك روحك. ما معنى لا اله الا الله؟ جاوبني. لما الانسان دوك الان اي واحد فينا يسمع ويقرا صح واش معناتها لا اله الا الله؟ بصح بالعلم ماشي بالعقليه، نحكوا عقليه خاطر حنا نصلوا بعقليتنا. لذلك لازم نتعلموا، لازم نبداو نحوسوا نتغيروا في معلوماتنا. واش معناتها لا اله الا الله؟ وبعد دوك العيشه كي تطلع للطابله تاع الماكله، اقعد اقعد مرتك وثلاثة دراري وقاعدين، قول لهم دقيقة دقيقة أنا حاب نسألكم واحد السؤال. شكون يقول لي معنى لا إله إلا الله؟ وش فانتايا؟ وشوفوا لا يجاوبوك. ولا جاوبوك ما شاء الله، لكن إذا ما جاوبوكش لازم تعاود تحاسب روحك تقول سبحان الله. لا إله إلا الله مازال ما نعرفوهاش. ودوكا يقدر نسقسيه نقول له شحال يلبس فلان اللاعب الفلاني شحال يلبس الصباط؟ يقول لي يلبس 41 فور. دوكا ولي يلبس 42 خاطر صبعو كبر. ادق التفاصيل. لازم نعاودوا نحاسبوا روحنا.
أن نتغير في انفعالاتنا، نتغير في الانفعالات تاعنا، تغيروا في الانفعالات تاعنا. علاش انت راك داير واحد طامبول واحد بلي انا مقلق، وانا في رمضان متقلق، وانا يغلبني رمضان، وكل رمضان يقلب الطابله، وكل رمضان يضرب المراه، وكل رمضان يتلق المراه ويجي لعند الشيخ يقول له يا شيخ تلقت بصح كنت زعفان. ما كانش واحد يتلق فرحان، نتلقوا نضحكوا، وين تلق تكون زعفان؟ اذا ما كانش تلقها الى فاشو كنت زعفان بصح انا قلبي بيض ونحب المراه. لكن السؤال المطروح وعلاش ما راناش حابين نقعدوا مع روحنا ونبدأ نقولوا علاش ما نتبدلوش؟ علاش ما نسقموش روحنا شوية؟ علاش ما نتعلموش حوايج؟ حتى في أبنائنا الشباب تلقاه غير يخرب تيك توك طلع حبط. ساعات أنا دراري يجي يسقسيني يقول لي أبي وش معناتها هذا؟ حوس عليها. أنت جاوبني ما نعرفش أنا ما نعرفش. أنت حوس. لازم تتعلم تحوس ماشي غير تسقسي. تحوس اكتب جوجل لي جوجل خير من لي جوجل. جوجل وش سقسيه يجاوبك؟ هذا بابك جوجل أنا ماشي بابك. سقسيهم صح سقسيه وجاوب قول هذيك اللي سقسيتك البارح هاي ليك. نبداو نتعلموا نبداو نعلموا اولادنا كيفاش يقولوا هما يحوسوا ايضا. فنتغير الان ويكون هذا رمضان. رمضان ليس كسائر الشهور. الان حبينا ناخذوا فرصه تربويه ايضا من رمضان، حبينا نتغيروا خلاص. لما جينا حبينا نتغيروا لقينا واحد الحاجه ايضا حتساعدنا على التغيير، هي الفرصه الثانيه والقيمه التربويه التاليه وهي ضبط النفسي. ضبط النفس. الأكل والشرب ما هو؟ هو عنصر يساعد على استمرارية الوجود. لو كان ما تاكلش وتشربوش يصرى تموت. كيفاش حاجة اللي راح تموت بها انت تخليت عليها 12 ساعة أو 14 ساعة أو 16 ساعة وانت ما كليتش وشايد فجأة تغيرت. وحاجة عادة كل يوم تديرها، كل يوم تستقهوى وتفطر وتستقهوى، كل يوم تفطر وتستقهوى، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. فجأة خديت قرار ما كانش، يجي الفطور والماء قدامك وكلش قدامك وتمتنع امتناع. هذا ضبط النفس معناتها القرارات تاع التغييرات اللي راح نديرهم يخلينا انه نقدروا نمشيو ان شاء الله، لانه الحاجة كبيرة رانا تخلينا عليها اذا تقدر تتغير. ولذلك الصيام وضبط النفس يفضح الكثير من الناس، يفضح الكثير من الناس اللي يقول لك والله ما نقدر نحبس الدخان. تقدر تحبس، ما راكش حاب تحبس ماشي مشكل، لكن باش تقول ما نقدرش نحبس نقول له هيا شكون اللي عنده 30 سنه دخان ويحبس؟ هاي اول حاجه واحد زوج ثلاثه هادو كاع حبسوا. انت عندك 10 سنين كيفاش ما قدرتش تحبس؟ كيفاش تقدر تحبس حاجه اللي هي راهي دائمه في حياتنا ومتكرره كل يوم وامر طارئ، امر دخل لك في حياتك. بديت تتكيف انت في عمرك 30، بديت تتكيف في عمرك 40 سنه، بديت تتكيف مثلا 25 سنه. اذا حاجه طارئه اللي قبلها 25 سنه وانت عايش بلا دخان مخدرات غير ذلك من الافات الاجتماعيه والعادات السيئه. فنحتاج ان نقرر ونقعد مع روحنا ونقول بلي لازم نتغيروا. دليل انه نتغيروا ديرنا بنود راح نتغيروا فيهم، وهذه البنود نقول مادام قدرت نتحكم في روحي وما قدام نخط اذا باذن الله نقدر باش ان شاء الله نوسع دائره ضبط النفس في ضبط النفس في امور اخرى حتى في ابنائنا. قال قدرت هذه اذا تقدر هذه، قدرت تنوض. الكثير من العائلات رمضان كاملين يوضوا السحور ورمضان كامل يصلوا الفجر، بعد رمضان خلاص يعاود يولي وخلاص ما نقدرش نوض. لكن كيفاش قدرت تنوض؟ دليل ان تقدر تنوض، تقدر تنوض. فلما تقدر تنوض اذا تقدر تزيد تنوض. فنخذ القرار ان رمضان هو انطلاقه جديده لحياه جديده. الان اخذنا التغير ثم ضبط النفس. الحاجه الان اللي حتساعدنا الان في ضبط النفس والمواصله في هذا الهدف وهذه الخطه التربويه وهي المراقبه. الصيام قمة المراقبة، قمة المراقبة. اتصور أنت الآن تمتنع عن الأكل والشرب مدة 16 أو 14 أو 12 ساعة، واحد 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 ما يقدر يعرف باللي أنت راك صايم، ما حد ما يقدر إلا الله تبارك وتعالى هو الذي يراقبك. تجي هذه في أقل تقديرات نجي للمسجد ندخل بيت الوضوء ندخل بيت الخلاء نشرب ونغلق العين ونمسح فمي، شكون شافني؟ ما شافني حتى واحد الا الله.
ما تديرهاش انت، تفطر ما تديرهاش، بل نستقبح اي واحد نلقاوه يفطر رمضان نكرهه في رمضان، وانت نجرب وراه نتيروا عليه بالحجر، كانوا يتيروا عليهم بالحجر. فتلقى روحك الان تسمى انت تحكمت في روحك وتراقب روحك، يعني هذاك الطفل الصغير يعني تلقاه في البيت وحده وما كان حتى واحد في الدار، وتفتح الماء كاين الماء والغازوز وكلش وما يشربش، وتلقاه يتحكم في روحه ويراقب نفسه. إذن معناتها عندكم عندنا واحد البذره تاع خوف الله، خافوا ربي، عندك واحد الحاجه الداخل تخاف ربي، ماذا ما تصوم بهذه الطريقه تخاف ربي، ماذا ما تصوم بهذه الطريقه تراقب ربي. اذا كنا نراقبوا علاش ما نوسعوش ايضا دائره المراقبه ونلقاو روحنا في الليل واش راك تشوف؟ واش راك تشوف في تليفونك؟ يا خا داك اللي انت خفت باش تفطر في الفريجيدار صباح وقرا عامه، هو اللي يشوفك يا مات كي راك تشوف هذا الامر. نفس الشيء، وعلاش هنا ايه وهنا لا؟ لا نراقب انفسنا في هذيك الرشوه اللي حنشدها وما شافني حتى واحد وما يدونيش لا خلاص. لماذا لا نراقب انفسنا في هذاك الميزان اللي رانا نبيعوا فيه؟ واني داير له حديد انا من تحت وواحد ما على باله. بلي راني رابح دايما صونغرام. فاش تربح صونغرام؟ الا الله عز وجل اللي يعلم بلي انت راك تدغل في الميزان، وبلي راك تبيع هاد السلعه بريمي بدلت لها تيكتاج، وراك دير الدفاع. يجب ان نوسع دائره المراقبه في حياتنا حتى نراقب انفسنا. لانه كاين واحد الخبايا، كاين واحد الاسرار لا يعلمها الا الله عز وجل وتعلمها انتايا. احنا الان ساعات يجي واحد نقول له شوف كاين ثلاث شخصيات، الشخصيه الاولى هو اللي يعرفوها الناس البرا، قالها محمد فليسي بدا الناس تعرفوا البرا. الشخصيه الثانيه شكون يعرفوها؟ دارك تعرفها، مرتك يماك باباك خوتك يعرفوهم، يعرفوا الشخصيه تاعك. هاد الشخصيه الثانيه يعرفوا انت كي تزعف كي تجوع كي تعب كي تتقلق كاش عمل. هاد الامر احنا ما تعرفوش، يعني ما تعرفوش فيا ولا في الشيخ. ثالثة شكون يعرفها؟ تعرفها نتايا الحكاية تاعك، كيما نسموها حنا لابواط نوار، العلبة السوداء، هذيك اللي فيها الأسرار وفيها الحكايات وفيها واحد ما قدر يخرجها. فيجب أن نراقب أنفسنا. هذه المراقبة نوسع دائرة المراقبة، نوسع دائرة المراقبة في حياتنا في أفعالنا. خيركم خيركم لأهله داخل الدار، مع أولادك مع مرتك مع والديك. يجي الان يقدر يكون ما شاء الله تبعته جيدي اخلاق، ما تدخل للدار ويقول لك مهبلني الولد هذايا. الراجل يقدر يكون حنين وابتسامه صادقه والناس كاع فرحانه به، يروح للدار يقزلها مرته وتقول لك انا وكان نحكي لكم عليه. نحتاج الى ان نراقب ايضا انفسنا، ما نراقبوش ايضا غير ما تاكلش وما تشربش، ايضا نراقب انفسنا في امور اخرى. الآن في المراقبة كاين واحد العنصر أيضا يزيد يساعدنا كقيمة تربوية نأخذها من رمضان، وفرصة تربوية يجب أن نستثمرها من هذا الشهر المبارك، وهي قوة الانضباط. الانضباط كان واحد الإنسان يعني من العائلة من السبعينات هو عايش في قارة أخرى، فلما جاء مره كنت معاه انايا في البدايه تاع الايام الاولى، قال له واحد من العائله قال له غدوه نتلاقاو، قال له نتلاقاو العشرة العشرة ونص. دار لي قال لي ما فهمتش، قال لي نتلاقاو زوج مرات. قلت له حنا عندنا العشرة العشرة ونص، العشرة الحداش، نتلاقاو اليوم ولا غدوه. الانضباط، الانضباط بالوقت، هذاك الانضباط. قال تلقاو على 10 ولا على 10 ونص، ما فهمتش انا يا سما عندنا هذه الساعه تاع الديكالاج تاع السيركيلاسيون تاع ما نضج. لكن الشاهد ما هو؟ شو الانضباط؟ هذه الفوضى، الفوضى اللي حنا ربما نقدر نقولوا حنا معروفين بالفوضى. لما تولي انت تشوف روحك باللي راك في فوضى، ما تنضبطش بالوقت بالمواعيد بالكلمه بكلش. فرمضان نلقاو حنا نضبطوا بماذا؟ شحال الاذان؟ تقول لي الاذان راهو 5:56 مثلا، السحور 6:56 و 58 فاطر و لا و 5 في حوالي 5 دقائق. لا لا تلقاه ينضبط، انضباط. اذان توقف، جينا المغرب، المغرب على قداش يدن؟ و 27 ما تحكملكش انت، و 20 تبدا تاكل. قال ملهاه
وبعد نجوريك نقول لك راك في الجزائر، راك في الجزائر اش بيك راك تزير زعما خمس دقائق راك يا لا دي ما راناش في المترو هنا ولا رانا في الماجا ما جاش، رانا دوكا في العباده الانضباط. تلقى هذا الانسان المتهاون في امور حياته يولي منضبط، منضبط في الوقت، يلتزم بالوقت بالدقه بالثانيه. كيفاش قدرنا ننضبطوا؟ كيفاش قدرنا ننضبطوا؟ قدرنا ننضبطوا حنولوا القيمة الأخيرة وهي مسألة الانتماء للإسلام، لكن قدرنا ننضبطوا دليل على أننا قدروا ننضبطوا، قدروا نولوا منضبطين أيضا. فننضبط أول انضباط ننضبط بقائمة التغييرات، ننضبطوا بقائمة التغييرات. معناتها إذا قلت بلي بإذن الله ما نزيدش نتكيف ونراقب روحي ونضبط روحي وننضبط بلي ما نزيدش نتكيف، وبعد نلقى لافويت لافويت تاع الدخان وين؟ قهوة. قال انا كان ندخل للقهوة نتكيف، إذا ما نزيدش ندخل للقهوة، نضبط روحي باش ما ندخلش للقهوة، نقول لصاحبي جيب لي معاك قهوة، لو كان يجيبها لي لبرا نقدر نشد روحي، ندخل للداخل يحكمني نفقد العقل ديالي. فالآن نبدأ نلقى روحي بلي أنضبط، خلاص ننضبط بهذا الأمر، لا أضيع هذه الفرصة. فيكون عندي الانضباط لأنه انضبط أنا بالثانية. الثواني انضبط به. الإنسان ينضبط في تلك يعني ويمكنه أن يلتزم بالمبادئ التي أراد أن يحققها. أيضا من القيم التربوية التي نحتاجها والتي نريد أن نستثمرها في رمضان وهو قيمة التعاون والاشتراك. قيمة التعاون والاشتراك، أول قيمة يا إخوان التعاون والاشتراك. أول شيء يا إخوان أنه الآن رانا مشتركين، إحنا الآن في الصيام رانا كاع صايمين، خلاص إذا رانا متشاركين في الصيام. كاين واحد الحاجة في رمضان أنه الأئمة والدعاة والناس التي تسعى لإصلاح المجتمع دائما تلقاهم يديروا دروس دورات كلمات وغير يكون الشباب الناس اللي تنصح الناس. لكن لو كان نسقسيو الشيخ، قال شيخ امين نسقسيك، راس المال تاع المسجد شحال عندك؟ راس المال هو 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 الناس اللي راهم يدوروا عام كامل. نقول له شحال راس المال؟ يقول لي راس المال تاعنا خمس صفوف، عندنا خمس صفوف، هذا هو راس المال ديالي تاع 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 العام كامل. معناتها هذه الخمس صفوف في الغالب اربعه ثلاثه خمسه، انا ندور تما اوجه تاع ولاد الحومه وهما اللي مضارين يجوا وما يجوا الفجر الظهر العصر، هذا هما اللي راهم يدوروا. الامام يسعى ويديروا احداث يسرى، وانسان مات له واحد، انسان صار له مشكل، انسان مرض، انسان فقر، يدخل للمسجد. اي دخلت لنا الفائده، دخل لنا واحد قال علاش دخل هذايا؟ قال هذايا خاطر تزير شويه في الدراهم ودخل باش يدعي ربي، ولا ربي جابه بالفقر جابه، كل واحد كاش يجيبه ربي. وهذايا قال خطب وحده متدينه وقالت له لازم تبدا تصلي، بدا يصلي. ايضا التعاون داخل البيت يا اخوان، لازم نتفاهموا بلي رانا كاع مشتركين، وهذا تربويا يا اخوان انصحكم به، انه الانسان يحاول انه يتعاون، نتعاونوا جميع الاسره في الخدمه، نتعاونوا كاع نخدموا، كاع نتفاهموا بلي كاع رانا صايمين. هذه المراه هذه الام هذه ما لازمش نديروا في بالنا بلي خلاص الدور ديالها راه هاوليك محصور، لا لا، هذا هو الشيء اللي خلى الان اولادنا الان ما نحملوهمش المسؤوليات. يخرجوا قاعد يبراكاسي، قاعد غير يدي برك، قاعد شايل التليفون، ومن بعد ارواح يجي يقعد في الطابله، هذا واش درتوا لنا؟ ما درتلناش هذه، ومن بعد ياكل يخلي الطابله ويروح، ويقول لك الله غالب ما كاش منها. تخدم كاع نخدموا، كاع نخدموا، انت تشري الخبز، انت تقطعوا، انت ترفد الطابله، كل واحد والدور ديالو. الام هذه راهي طيب جات ومن بعد رفدوا الطابله، دارت من؟ زوج، دارتكم انت وانت، وانت دارتك، وهذا ورانا نتعاونوا وكاع رانا نشتركوا. وبعد هذه المرأة هذه كي تقول هاي نروحوا للتراويح، تقول لك هاي نروحوا، تعاوننا كاع نروحوا، واش رانا كاع نخدموا. حكيت له قالت انا مرة نهار كامل في المطبخ ويدير وبعد توجد وتحط وبعد تزيد ترفد وتوصل للمعامل، تقول لها التراويح ما تجيش رمضان، قلت لساني حيطيح واش ندير. فيجب ان نتعاون، تكون عندنا تفكير انه هذا رمضان، رمضان شهر نستثمر فيه العبادة. ولذلك كاين واحد المنبر تربوي يجب ان نضيعه. اي واحد فيكم يا اخوان ضيعوا يحاول يعاود يجيب يعاود يرجعوا، والانسان اللي راهو عنده لانه في رمضان يولي
رمضان، أي واحد يضيعه في رمضان يعود يرجعها في المنبر التربوي، ما هو؟ مائدة الطعام. شو المائدة تاع الطعام؟ مائدة تاع الطعام وسيلة تربوية لمن أراد أن يستثمرها، لأنه فيها الآن الأسرة قاع راح تتلاقى وقاع راح نقعدوا. في عصر التكنولوجيا فرقتنا التكنولوجيا، ولينا ما نقدروش نتلاقى بولادنا، كل واحد وين، حتى في الأفكار، حتى يعني قديما حتى التلفاز كنا نشوفه كيف كيف، كان الحوار واحد، نشوفه دايما رسوم متحركة واحد، قال أنا نشوفه كابتن ماجد، وبعد نخرجوا بدأوا نحكوا، صرتو كي ما يماركيش ويقعد معلق واحد سمانة هو، سمانة معلق، لكن تولي أنت تخرج تحكي، لما الآن دوك الحوار اختلف، الآن اختلف الحوار، ما قدرناش نتلاقاو، تجي مائدة الطعام، نقدروا الآن نعاودوا نديروا الإحصاء. لما يجي انسان يقول لك استاذ انا لقيت وليدي تناول المخدرات، شحال عنده؟ عنده 7 سنين. انت وقتاش عرفت؟ عندي 6 شهور. وين راه المشكل هنا؟ في المراقبه. تقعد انت وش بيع عينك زرقاء؟ علاش شعرك هكذايا؟ علاش راك مضروب؟ انت علاش راكي ثابته؟ انت علاش راك مقلق؟ ماشي معناتها راك فوسط بوليس، زعما انت شغل راك انت يكون حوار، راني نراقب، راني شفت الولد شيال، الاخر هو مرض وهذا راهو. الآن نبني حوارات الآن مع أبنائنا ونشترك الآن في بناء علاقة نعمق العلاقة مع الأبناء، نروح التراويح نصلوا ونجوا ونعود نديروا، ولذلك أنصحكم بالخطة التربوية، نديروا خطة هدف، نديروا أهداف نسعى لتحقيقه. الأسبوع الأول عندنا الأسبوع الأول نديروا مسابقة، شكون يختم القرآن، شكون مثلا اللي قرأ 30 حزب 10 حساب عندكم الآن نهار الخميس نتلاقى نديروا له، شكون صلى كاع الصلوات. فلما انت تدخل للدار، لان التربيه فعل وليست رد فعل، حنا ولينا ردود افعال لابنائنا. لما تدخل للدار تلقى زوج يدوسوا، يقول لك على بالك والله غير قرا حزب، او يقول لك زوج حزاب والله راه في صوت من يما راه في الكهف، وانت تدخل لك انت الان الداخل في نفسك واش تقول؟ اكميت بالفرحه، علاش هم يدوسوا ولادي عليهم؟ هم يدوسوا على القران، كريت لهم حاجه، انت خلقت لهم حاجه، ورميت لهم حاجه، وخليتهم يولي يضربوا على القران، وانت راك فرحان رانا كاع في الخير. خير ملي ضرب تيليكوموند داها لي، كنت نشوف دار التلفزيون، ما قلت له بارطاجي لي ما بارطاجيليش، ونسالو فليكسي وقعدوا نضربوا، ما غادي يقول لك ولادي هبلوني، بصح انت لازم علاش نجروا وراهم هما يجروا ورانا. فانت تخلق جو، تلقى روحك رمضان هذا الان سعيد ان تحقق جو حتى من المبادرات. المبادره جو تاع مبادرات رمضان، مبادرة مثلا في أعمال خيرية، هاي مطعم، هاي مطعم خيري تاع الإطعام، ولا أنا الولد 16 17 18 نجي عند الشيخ نقول يا شيخ معليش يخدموا معاكم شوية يجي نهار يومين، يولي إيه ماشي مشكل جيبو، وتلقاه ويسربي وبدا على المغرب ويحس بلي كاين ناس ما لقاتوش تاكل بديتنا، يولي يتربى على العطاء. حتى في إنشاء مثلا الناس اللي ربي كفاهم شوية، قال دير قفة رمضان، لكن قفة رمضان ما ديرهاش ولا بالدراهم، خلالها ديرها بالمبادرة، تربي حس العطاء. نروحوا نشريو أنا والمرا والدراري، ونروحوا لسبيرات وشريطة، وبدا دير وبعد ما ديرلوش، دير له الفرماج، وبعد أنت دير زوج قفف ولا، وهذيك القفة تديها لخوك، تديها لأختك، تديها لوليد عمتك، تديها لواحد كان يقرا معك، تديها لواحد صاحبك، تديها لصحاب البابات ولادك. يعني العائلة تاع واحد يقرأ مع وليدك، تخليه تقول له عندكم واحد يقول لك ماشي لحقياتي نروحوا حنايا. تصور هذه التربية التي نحتاجها، أن نستثمر رمضان في المبادرات. أيضا وحنا رانا نمشيو في رمضان في العشر الأواخر، وش عندنا؟ عندنا ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان إذا أدرك ليلة القدر فليقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فنربي قيمة العفو في أبنائنا. بماذا؟ أن نكون قدوة لأبنائنا في العفو. ماشي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، بصح وليدك على بالو بلي أنت ماكش تهضر مع أختك، عندك شحال وخاتش مع عرباتك وحاجة تاع هكذايا، ولا أخوك عندك لقمة، بعد أنت تقول الله قول يا وليدي عاكل. عندك تضيع في وقتك أنت ديجا هكذايا، على بالي بلي أنت مسموم وحقودي وقلت لي ما تهضرش مع الآخر. لا، يجب أن نحقق قيمة العفو في أبنائنا وفي الأسرة وفي المجتمع. وحنا نمشي أيضا بعد ليلة القدر وش كاين؟ العيد، قبل العيد ليلة الشكر.
ما شاء الله قبليش احسنت ما شاء الله زي كذا كذا صعيبه قيمه تربويه بليش فيها توسويس من بعد زكاة الفطر، القيمة التربوية من زكاة الفطر. احنا امتنعنا عن الصيام. وش معناتها امتنعنا عن الأكل والشرب؟ معناتها جعنا. جعت، وبعد كي جعت حسيت بالفقارة، كي حسيت بالفقارة هيا خرج. افهم، قلوش قلنا حضروا. دين معاملات لازم كاين ثمرة تخرج. وش فهمت أنت من رمضان؟ فهمت باللي كي حسيت بالفقارة إذا أنا نزكي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلوهم ذلك اليوم. ما تخليش انت فرحان، الدين ديالنا مبني على الاحساس بالاخرين. والله ما امن من بات شبعان وجاره جيعان. من بات شبعان وجاره جيعان، فلازم نفكروا في الغير. فتخرج هذا الثمرة الصيام، نفهموا الثمرة تاع الصيام ونحقق هذه الزكاة ونحقق الاحساس بالاخرين. لكن هذه الزكاة هذه كاين واحد النقطة يجب أن ننبهوا عليها فقط. ما لازمش تسمى صلاة. زعما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. حنا ولينا أرحنا منها. أكتيفي نصليو ونروحوا. أي أكتيفي الإمام أكتيفي، وبعد ما أكتيفي ورانا نكتيفي وفي الصلاة نكتيفي وفي صلاة في زكاة الفطر نكتيفي. يجي كذا يجيب زعما الزكاة كذا، ومن بعد دقيق ومن بعد يشوف اسهل حاجة دقيق، شخارة كبيرة تاع دقيق شحال 25، يقول لك معليش 5 كيلو زيادة، هو 20 كيلو يقول لك 5 كيلو زيادة، دقيق 5 كيلو زيادة، حاجة واحدة أخرى ما فيها الزيادة، فيحكم شكارة ويجي يحطها أنا في الساحة وما يقول له شيخ أنا جبنا الزكاة، يحصل الشيخ، يلقى روحو كيفاش نديروها، ومن بعد غدوة ومن بعد الليل ومن بعد ندو غير السميد، شغل نتخلصوا منها. لكن أتصور وأنت الآن تخرج الزكاة بحب. خرجها بحب، نحكم وندير وانا نحوس ونمدها للانسان اللي يستحق، وندي معايا ولادي باش الناس يعرفوا ايضا قيمه هذه الزكاه. ثم في العيد للصائم فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه، باش نحققوا ايضا قيمه الفرحه بماذا؟ بطاعه الله. تصوروا نغمضوا عينينا ملي بدينا من المغرب للعشاء، كيفاش راح نجوزوا رمضان يجي ونديروا خطه، نحفظوا قران، نقراوا شويه قران، نختموا، شحال ختمت؟ ختمت زوج ختمات، وخرجنا في رمضان، وشاركت مره في هذه، ورحنا للتهجد، وصلينا هذا، ودرنا خاصه رانا عطله، ودرنا كذا، ومن بعد شرينا حوايج العيد، ومن بعد رانا رايحين، تنبه انت واش التعزيز، بدينا بخلق التعزيز، ونختموا بخلق التعزيز، نعزز قيمه انه شفت كيف جوز رمضان، ها هو ذاك اللي كان راقد وما دار والو، واش دار؟ ها هو جاز رمضان، لكن شوف انت كيف استثمرت رمضان. شوف كيفاش ربي راه راضي عليك. الله عز وجل قد انت فرحان بطاعه الله تبارك، راضي على روحك لانه استثمرت هذا الشهر المبارك في طاعه الله تبارك وتعالى. وهنا نعزز واحد القيمه، قيمه الفرح بطاعه الله، لانه كاين واحد المستلزمات انا نعيشوهم. ما هي؟ انه ما نعرفوش نفرحوا، غير نفرحوا ناصي ربي، نجو نديروا عرس تلقاه ملتزم ما شاء الله، غير يدير عرس يروحوا له المبادئ، ما يقدرش يقول لك ما قدرتش، والله الغناء فرحة يتلفلو، نغضبو ما نعرفوش، نبداو نسبو نبداو نقولو، وما يقول لك الله غالب كون زعفان. وقتاش تبان الأخلاق؟ تبان الأخلاق في المواقف، الأخلاق تاعنا تبان كي تزعف. فرحان كاع فرحانين، كاع ابتسامة، شوفوا كش عامل أنا فرحان، كيش عامل أنا زعفان؟ مازال ما تلاقيتوش بيا، جا بديت نتقلق، فهمت؟ فالشاهد أنه الإنسان قال كيفاش نفرح؟ تبان في انفعالاتك الان، تتغير المواقف ديالك يبانوا هنا، يظهروا في 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 اخلاقك. ولذلك نحاولوا انه نجمعوا ساعه ابنائنا وشبابنا الان في المخدرات. جاني واحد الشاب قال لي علاش دخلت في المخدرات؟ قال لي شغل حبيت نعيش. وعلاش راك شايف انت باش تعيش لازم تعصي؟ وعلاش راك شايف انت باش تعيش الدنيا لازم تتناول المخدرات؟ ما ديرش بالك باللي هذه الماده اللي تخرج لك انت السيروتونين، هذه اللي تخرج لك هرمون السعاده، اي تخرج لك بالبليغابالين وبليريكا، انا نقدر نخرجها لك بطريقه واحده اخرى وربي يرضى عليك. علاش راك شايف انت الماده هذه اللي ربي خلقها راك حاب تخرجها بالحرام، وهي تخرج بالحلال، تقدر تخرج لك بالحلال. هذا الربط هذا يجب ان نفصل به.